شقاء يبقى ويقول لا تغضب واغفر لجهول لا تغضب واغفر لجهول واسمعها من خير رسول الغضب طريق يسلمنا لشقاء يبقى ويقول لا تغضب واغفر لجهول الغضب بريد الشيطان اتركه لتحيا بأمان وتجاوز فالرب كريم وارفق بالكل كإنسان وستلقى الخير المأمول إياك وأن تغضب أبدا أو ترمي بقبيح أحدا من ألجم غضبا عوضه مولاه وفي الجنة سعدا وعطاء المولى موصول إن جاءك غضب فتوضأ واطفئه بماء وتلألأ هو أمر نبينا علمنا فالزمه وفي الحال ستهدى.